حطها على الجروب بتاع الدفعه كلها. ماشي. المهم نرجع. طيب حد بقى ايه اصبر ايه جديد الدكتوره جميل؟ نرجع بقى ايه؟ اه من حق انتوا بتصوروا، كان في ناس صورت على هاي كواليتي باين؟ ما عرفتش ترفعه. هاي كواليتي. اه انا بصور من عندي عشان الكواليتي بس، لما تتبعت على الواتساب ما بيبقاش باين ال ايوه اعملوا ايه؟ الدرايف بس بيحافظ على الكواليتي. اه المهم نرجع بقى، احنا فردنا الادم ده. لا ما هو يعني مش هينفع كلنا. اه لا خلاص. آه. هورزونتال بريدج. احنا فردنا ده خلاص. هورزونتال بريدج. لونج ارم. شورت ارم. دي اسمها ايلت او ارو هيد. كروسنج ارم. والتين تفتاج. اللي هم دول. التين تفتاج. اللي كانت في الاكريل. اللي امبيدد في الاكريل. بس كانت في الاكريل هي دي. تمام؟ الويتس بتاع الهورزونتال بريدج ده المفروض ان هو اكتر من الويتس بتاع البيتوين الميزو باكال كاسب وديسو باكال كاسب باي 1 مللي. يعني when I measure the distance it should be 0.5 ميزير و 0.5 ديستال from the ميزو longer than ميزو باكال كاسب وديسو باكال كاسب ديستنس. تمام كده؟ واضح الكلام؟ هنبدا اول خطوه نعمل ايه؟ هورزونتال بريدج. من الهورزونتال بريدج ما بين الهورزونتال بريدج والايلس او الريتنتف تاج في 90 ديجري انجل. هنبدا نعمل الايه؟ اول خطوه ايه؟ ان احنا نعمل هورزونتال بريدج. اول حاجه 90 ديجري انجل، خلاص احنا عارفينها دي. تمام؟ بس انا هعملها شويه اكيوت. هنعرف ايه دلوقتي؟ اول خطوه هناخد الويتس بقى، نشوف الويتس بتاع الهورزونتال بريدج. احنا قلنا كام؟ 0.5 ميزل 0.5 ديستال. عن ايه بقى؟ ميزل. ايوه ميزل ديستال بكر كاسب. اللي هو فين بقى؟ ميزل ديستال بكر كاسب. ميزل ديستال ميزو ميزو انت قلت ميزو ديستا بكر كاسب، بقول لك اللي هو فين؟ ميزو بكر كاسب ديستا بكر كاسب. انا قلت ميزو ديستا بكر كاسب. ايوه بالظبط كده، اللي هو مش موجود يعني. قصدي كاسب. خدي بالك عشان ما تجيبيش حد. انا باخد الماركه دي، معرفش تقفل. اهم حاجه اعمل جود جريب. زودت شويه على النت جريب دي مش فاتحه اكيد. ثالث خطوه عندنا الثالث ستيب ان انا اعمل ايه؟ اللونج ارم بتاعت الايلت او الارو هيد ده. ده له لينس صح؟ عارف لينس ده منين؟ حسب الكاست. حسب الكاست؟ حاجه واحده. لا هو كل على كل سن المفروض ان انا اوصل يكون يعني لو حطينا كده المعمول ده كده عاملين بشكل مثالي. هو لو بصينا له from the same plane it should be at the junction between the middle third and the opposite third. ما بصلوش من السايد يعني. تمام؟ اللي هي المرج. لا مش فاصل الاوكوزال ازاي؟ بصيت كده الاوكوزال شايفاه؟ لو بصيت كده الاوكوزال حد شايف الاوكوزال؟ هو لو وصل الاوكوزال اصلا يبقى مش فاهم صح؟ اهو. تمام؟ بس هو كده في الاوكوزال كده. فين بقى؟
كويس ان انت تقول ملاحظاتك تبقى شايفها وتقول ايه. ماشي مش كل حاجه على فكره السوبر فايزر اللي بيعملها تكون صح ممكن يغلط صح ولا لا. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقيس اللينس بتاع اللونج ارم تمام؟ حطيت ال horizontal fridge ده almost في الجينجيفال وانتر او على الجينجيفال لاين كده وهحط ايه؟ مارك. المارك بتاع بقى اللي هو اللانشن ما بين الميديا ثيرد والاوفيزا ثيرد. تمام. اعملوا بوس كده لحظه. نرجع بقى ايه للجنب بقى. احنا قلنا ما قلناش في الاول قلنا الادم كلاس كله بالايه؟ ادم بلاين. بيتر اف يو هاف سمولر بيكس. بيكس سمول. سمول سايز. جود جريب. هعمل كده. 90 ديجري انجل. تمام؟ شوف بقى دي أول تريب، أنا هبدأ أعمل أول خطوة عشان أعمل إيه؟ الأي دي. لا الشورت أرم لسه إحنا كده ده كده لونج أرم خلاص. هنخش بقى على الشورت أرم بس لازم نعمل الأرو هيد ده أو الأي دي ده. شوف هنا أنا أولموست أولموست يعني أي كاتش أولموست ذا لونج أرم. جود جريب. And then تمام؟ تمام يا دكتور؟ ليه ما عملناش باللوب؟ ايه؟ ليه ما عملناش باللوب؟ مش هيطلع كده بس مش هيطلع زاوية بس شارب. ده مش this is not an angle, this is a roundation. بس انت عندك لوب بالحجم ده؟ لا هنعملها في انذر تايم. الناحيه الثانيه هو بتوع معانا ولا مش بتوع؟ احنا اولموست ماسكين الانجل صح؟ اهو انا الانجل بره بره احنا لسه تمام؟ عشان تشوف مش اكتر بس انا مش عايزها تتحرك بس يعني كده دي فتحت. بصوا احنا كنا عملنا اول يعني ايه اوفر صح؟ فتحت غصب عني دلوقتي لما اشتغل اهو. عشان كده كنت عامل دي مش 90 ديجري يعني موت عشان لما تفتح كده انا ايه في السيف سايد ما توسعش قوي يعني. اه دي واسعه ممكن اضيقها شويه. لفت على الهواء ازاي؟ يعني لفت على ايه؟ كل مرة بتلف على جهة من الآدم دي المرة دي لفت على ايه؟ لا أنا ما لفتش على حاجة أنا مسكت يعني طلعت على فوق مسكت كده اللونج أرم هذا الأنجل أهي ماشي مسكت اللونج أرم كده عملتها كده تمام؟ هنلف الايلت دي توارد الفكال سيرفس عشان تبقى انجيج الكونتاكت 45 ديجري. شفت انا عملت ايه ولا لا؟ لا تمام نشوف تاني. اه انا ماسك الايلت كلها اهي. اه الف
انت معانا ولا ايه؟ الاي اللي كده الف بقى يا ده يعني الكريز الدنيا كلها اعمل تشيك كده هنا او بدا يعمل انجيجمنت من ده الاندر بتاعه تمام كده هعمل شورت ارم اولموست يعني هاف ا ديستانس من اللونج ارم عشان كده قلنا احنا عايزين ايه ادم سمول بيكس كده بدأ منظر الأدم يبان اهو الدكاترة اللي عندي هنشوفه هلفكه الناحية التانية تمام؟ تمام يا دكتور ولا فاكر في الامتحان؟ لا تمام عملت ايه في الامتحان؟ كويس تمام؟ انت أول واحد تسلم صح؟ اه ما هو لسه احنا بس احنا مش هنعرف هنبدا نعمل ادابتيشن بحيث ان انا عايز اعدي كروسنج ارم هنا اعدي كونتاكت في الاوتوزال امبريجر ادابتد قوي الاوتوزال امبريجر عشان انزل الناحيه الثانيه هنا بشوف اول نقطه بعد يعني البند فين اخر نقطه تاتش واخد عليها مارك دي بعد البند واعمل انذر سمول بند اني بند اعملها تبقى يعني سمول في البدايه في البدايه كده عايز اعمل بند مور شايفين السايد ده كده بدا يعدي صح؟ تمام كده عارفه مش مهم الوقت انت شايفه انت ولا لا دكتوره تمام اخر نقطه فيها كنت تاخد عليها مره نغير الدايركشن بتاعه عايز تغير شويه اهو لا انا كنت رايح يعني كده تمام كده عدى على فكره انت فاكر الفكره؟ بتكحل انا كده كان صوتك مش طالع وبتكحل ايه؟ حد عنده ورد عندكم في البيت ولا حاجه؟ انت شغاله ليه؟ ممكن ابعت لك الفيديو المهم انا مصلحتك انا بتمرن في حاجه ثانيه في حراره بقى ولا حاجه؟ طيب اتنين شايفين يا دكتور؟ اه اولموست عدينا اخر بس دي
مش انترنت كونتاكت وذ البروكسيمال كونتاكت بتاع طيب انا عايز اعدي از ماتش از اي كان وذ انترنت كونتاكت في الامبريزر. الامبريزر ده كونكيف صح؟ اقدر اعمل ده كونكيف؟ مستحيل يعني صعب قوي يعني. يعني كنت شويه سبيس ادبت از ماتش از اي كان بس يعني از ماتش از اي كان انترنت از ماتش از اي كان عشان كده انا بحاول اعمل يعني ايه فيل باي فيل. يعني هنا لو في سبيس يبقى عن جسد في عن المرجو الرئيسي أكثر ما مش أقدر أتجاوز البيان. قبل ما أكمل adaptation أنا عايز إيه اللينس يكون فين؟ الميدوي بين الجينجيفال لاين والميد بانز أوف سيتش نس بتاع ال الميدوي ما بين الجينجيفال لاين البوينت دي الجينجيفال لاين والميد بانز أوف سيتش ماشي. هيبقى الميد واي في الكوين جينجيفال لاين ولو على الكاست بقى الميد لاين او مكان التايم او ليتل بيت لسه قدام دي. قبل ما اكمل ادابتيشن هعمل الفيلد افتاك بتاعتي او النجده الفيلد افتاك بتاعتي حد يعرف انا عملتها الاول ليه؟ واي؟ هي كده كده في التقريب لو جيت انا جيت اعمل ادابتيشن انا مش عارف انا هقف ازاي. انا من دي الاول كده كمل انا يعني جست انا بعمل ادابتيشن شوف فين اخر بوينت فيها كونتاكت وكمل بعدها. طبعا يعني فيتر لو انتوا جبتوا ريال كاست يعني ممكن تيك امبريشن فور ايتش اذر يبقى حاجه مور اكيوريت يعني. كل مرة عمل adaptation من الايلتس وشيك وعمل تشيك البوستيريور لسه فيه ولا لا. حد شاف انا دلوقتي عملت ايه في لاست بن دي؟ خليت ان الحته اللي تبقى في الاخر هي تكون ستريت اكتر شويه عشان رفعت عملت روك الجينه. لو في انترفيرنس اشيل من تحت اشوف من تحت. انا مش عايز اللي فوق يبقى فيه انترفيرنس مش عايز. انا عايز الارو هيدز تكون في مكانها هنا. هي ده الديفرنس الثاني كده اولموست ده السايد ده. طيب دكتور هي دي بتهيألي ان هي واصله قبل الميد لاين يعني انا بقى ممكن اقصها اطول شويه علشان لما اتنيها تبقى ظابطه عليه صح؟ هو يعني المكان ده مش قران يعني مش بايبل اولموست يعني اولموست بس هو يعني اهو اللاين اهو. انتوا فاكرين لما كنا بنقول احنا لما نيجي نشوف الاكيوراسي اشوفها يكون في باراليزم لو انا بشوف من سايد كده ما هشوفها قصيره
ماشي. لو انا بصور كده حتى مثلا يعني انا لو صورت ده من فوق هحس ان ده اوفر او اندر، انما لو خدت كده انا بص على ده بارلل كده هو على اللاين مظبوط صح ولا لا؟ لو عملته كده او عملته كده تمام، يعني دي لو بصيت على نفسه ماشي تلاقيها اولموست ايكول اولموست احنا بني ادمين يعني. طيب الناحيه الثانيه نفس الكلام مفيش جديد، نفس اللي عملناه هنا نعمله هنا، بس في تريك واحده بقى انا عايز احافظ على الريليشن دي زي ما هي. يعني انا وانا بشتغل حط شايفين انا حاطط الاندكس فينجرز ده هشوف اخر بوينت فيها كونتاكت نفس الكلام اللي عملته الناحيه الثانيه واخد مارك واعمل ليتل بيت دي وانا فيكس تا فيكس فيرست ريتنتف تاكس دي تمام والسكند اوت والاندكس هنا اشوف اكمل بقى هنا معايا بالظبط لكن اقول عليه شايفين هنا بدا يحصل ايه؟ ركن فين؟ الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه هي الريفرنس اشوف ايه اللي انا عملته هنا واعدله. الوير اولموست ليزر عايز سلايت ديست شويه اي موفمنت انا بعملها او اي بند انا بعملها تكون ايه؟ سلولي واي بريشر عشان ادي فرصه لنفسي اعمل كوركشن. لو عملت شارب بين وهدي فورس مش هعرف اعمل كوركشن. دكتور انا ركز في اليوم دكتور انا مش شايفه مش شايفه ليه؟ كل ده بشوف انا اتبتت ولا لا. خلاص اولموست هنا عندي الدكتور اللي كانت سالتني المره اللي فاتت على ان هو سمعت لي ليفيتد انا ام كروسنج ذا امبريشن كروس اوكي يعني انت فينس بقى اي كانوت باي بوست ممكن ملي تقريبا او اقل قال يعني انا كل مستقبل بس ايه ما عملت التاني انت قولي لي بقى لا ما انا دلوقتي لو عملتها في الامان كملت ادابتيشن للاخر وعملت تنت تريك ايه اللي هيحصل؟ ازاي هيحصل؟ بس انا كملت ادابتيشن وبعمل تنت تريك ايه اللي هيحصل بقى؟ انا كملت للاخر عملت ادابتيشن اهو
كنت عامل بتنت ازاي؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ اوكي بس حصل انجل كيرفيتشر انا ممكن اعمل كده انا بس عايزين نوصل للفكره بس مش ممكن اقول لك اجيبها على طول انا عملت ادابتيشن اهو كنت عامل بتنت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ روكين انت مش شايفه ولا ما لا تمام سامع احنا دكتوره لو انت جو ادابت ذس اون ذا البلت الكارير عندنا بند يا جماعه اللي فين يحصل روكين في صح ولا لا كده في الاخر ده الموضوع خلاص انت اعملي في الاول اللي تبدا بس لسه بعمل ايه؟ مور ادابتيشن بس الناحية نيزي اللي عايزة تتني لسه تبند شوية من عند الفم هنا يعني almost accurate يعني almost دايما نقول almost لان ده ايه hand made صح؟ والله يا دكتور طبعا المعامل طلعوا بيتعبوا كده ايه؟ مش الحاجات دي بيعملوها المعامل؟ اللاب ورك؟ اه اذا اللاب ورك بعت لك الادم زي ده كده يعني انت يعني تبعت له يعني اهو ده برايس يعني بس هو مش هيعمل كده يعني لسه تشيك مارك العمليه دي ان هو مش بتقع ادابت ان هو مش بتقع ادابت لو مش ادابت اكل في امك خلاص.